بنرحب بالفنان الجميل اللي منورنا النهارده في بوابه اخبار اليوم، الفنان حسن النرداد. ازيك يا حسن؟ الحمد لله، اهلا بيك. بنبركتك على تجربه نظريه عمتي، وعايزينك بقى تكلمنا ان انت قدمت 5 شخصيات مختلفه في الفيلم. كلمنا عن تجربتك معاه. فيلم نظريه عمتي هو تاليف الاستاذ عمر طاهر، اخراج الاستاذ اكرم فريد، انتاج شركه نيو سنشري. طبعا حوريه فرغلي ومدام لبلبه واستاذ حسن حسني وتاتيانا وناس كامل. هو الفيلم بالنسبة لي يعني حاجة مختلفة، ان بعمل فيلم لايت رومانس وفي شخصيات كوميدية. كانت تجربة بالنسبة لي تجربة مختلفة وتجربة مهمة، كنت بدور على حاجة زي كده ان انا اعملها، لغاية لما كلمتني الشركة وبعتت لي الفيلم ده. تحمست جدا اول ما قريته وشفت ان فيه ريسك موجود، بس ريسك انا حبيته، حبيت ان انا يعني اخوض التجربه اللي فيها المغامره دي، على الرغم من ان في ناس في الوسط الفني حذروني من ان انا ممكن اعمل التجربه دي عشان كوميدي وبتاع وكده، وناس متعوده عليك في حاجه معينه. انا ما بحبش النمطيه، ما بحبش ان انا ممكن اعمل حاجه وانجح فيها فافضل اعمل نوعيه الادوار دي. بحب ان الواحد على قد ما يقدر يتلون ويغير طالما يقدر ان هو يعمل انواع مختلفه. بس في لغايه لما دخلت الفيلم وبدات ان انا اشتغل عليه، ومؤمن جدا بان انت لازم تبقي انت فاهمه موهبتك وفاهمه انت تقدري تعملي ايه، وان انت كتير كتير قوي ناس بتبقى عندها موهبه او شايفه حاجات ممكن الناس مش شايفاها فيها، مش كل الناس تبقى شايفاها، لغايه لما انت بتتحدي وبتعمليها ولو ربنا وفقك ونجحتي بتلاقي كل الناس بتقول لك كان عندك حق. فده اللي حصل يعني في الفيلم ده، ان انا دخلت تجربه كان فيها تحدي كبير لنفسي وكان فيها اشباع ليا كممثل، ان انا اقدر اطلع طاقه من خلال ان انا اعمل اكتر من شخصيه في فيلم واحد، وازاي ان انا يبقى في اختلاف بين الشخصيات اللي موجوده دي، وتبقى على قد ما الواحد يقدر يبقى الشخصيات فيها ضحك وفي نفس الوقت يبقى الفيلم كله فيلم متماسك وكويس. فالحمد لله. يعني قد ايه وانت بتقدم 5 شخصيات مختلفه خاصه عن شخصيه حسن؟ والله كان في تعب جدا في الفيلم ده قبل التنفيذ وبعد التنفيذ، يعني الشغل على الشخصيات ومذاكره الشخصيات والشغل على المرحله. طبعا المؤلف الاستاذ عمر طاهر كان كاتب السكريبت كله، بيبقى في جزء للممثل ومع المخرج مع المؤلف انك تقدري بقى ان انت تشتغلي وتحطي بصمتك انت او تحطي وجهه نظرك او اي حاجات انت شايفه ان ممكن تفيد الشخصيه او ابتكارات ليكي. فقعدت اذاكر بقى الفترات، يعني بنعمل في السبعينات والثمانينات والتسعينات، ايه المفردات اللي كانت موجوده، ممكن الاقي حاجه حلوه احطها بس ما تمشيش مع الزمن اللي انا بعمل فيه الشخصيه، بس تمشي مع حاجه تانية. طب الاقي حاجه كويسه بس ممكن تلطش مع شخصيه تانية انا عاملها. فكان ده الصعوبه، انك تقدر تلاقي حاجات تبقى مختلفه وتمشي مع كل شخصيه في الزمن اللي انت بتعمليها. فده اللي قعدت اعمله، وكان في تعب جدا بصراحه لمذاكره ال5 شخصيات اللي بعملهم قبل التصوير على الورق. ثم مرحله بقى الثانيه اللي هي بتاعه التنفيذ، التطبيق ده بقى بشكل عملي، تمثيل الحاجات دي، ده كانت مرحله صعبه وكانت عايزه ذهن حاضر جدا، لان ممكن مره واحده واحنا بنصور يجي لنا فكره، يجي لنا حاجه نحطها فتغيري من شكل الشخصيه. يعني انا افتكر مثلا شخصيه العراقي دي كانت ليها شكل معين، فانا داخل اصور فداخل اهزر اول يوم تصوير دي، فداخل اهزر انا اعمل كده بهزر، او قالوا لي خلاص خليه عامل كده، فقلت ماشي، فضلت عامل كده وانا بصور، فلبست بقى طول الفيلم عامل كده، اما جالي كتفي ووجعني فجاه اعمل مشهد وبتاع فانسى فاقوم منزل وانا بعمل، فقلت يا دي النيله يعني كان في حاجات كده بتحصل. بس كنا كلنا يقظين جدا كمخرج وك دكتور فريد النقراشي اللي هو الكوتش بيهايند كاميرا والممثلين، كنا كلنا ماشيين على تراك واحد مع بعض كشباب، ان فاهمين دماغنا فاهمه بعض، فبنقول حاجه بتتفهم هنا نحط على طول كذا، يعني كنا فاهمين بعض فبنشوط اي حاجه كويسه على طول. النقاد دايما بتقول ان الفنان لما يجسد اكتر من شخصيه في عمل واحد ده بيبقى اختبار ليه وكمان اختبار لقدرته الفنيه، انت رايك ايه؟ طبعا كان عندنا في معهد فنون مسرحيه، كنا يعني في المعهد عندنا امتحانات اخر كل سنه بنعمل مسرحيات كل واحد، ففي ممثل ممكن بيشتغل بيساعد اسمه بيساعد في مشاريع تانية، فلما بيساعد في مشاريع تانية بيبقى عنده تريب انه
لازم يفرق بين الشخصيات، شخصيتين اللي هو عامله. لان انت عندك كممثل عندك انت بتحكي بطريقه معينه واحده ثابته، بتقعدي بطريقه ثابته، عندك لزمات حركيه في جسمك متعوداها، فلما هتيجي تعمليها هتعمليها يعني مثلا انت قاعده مثلا متضايقه فتلاقيكي بتعملي مثلا حركه كده، دي لازمه فيكي تمشي على اي حد يعملها. فانت بقى عايزه تخترعي حاجه تانية غير الحركه دي في شخصيه تانية انت بتعملها في نفس الوقت، فبتبقى صعبه. انا بحاول احكي لك حاجه كده بسرعه يعني اديكي مثال. ف لما كنا نعمل بقى بتيجي تعملي في المعهد ادوار في نفس الوقت، كان بيبقى للممثل ده عنده مشكله، دكاتره بتقعد تساله طب ايه الفرق. فهو فعلا لما الممثل بيعمل كذا دور في وقت واحد عنده مشكله، لان لو بضحك في كل الشخصيات ضحك الناس مش واحد، فاهمه؟ فلازم احاول يعني اخترع او افكر ان انا اعمل له ضحك مختلف، في لازمة حركية مختلفة، أداء مختلف. لو قدرت أعمل أداء صوتي مختلف يبقى كويس. أنا عملت مثلا في الفيلم ناس تون صوت في كذا شخصية مختلفين عن بعض. وصعوبته أنه ممكن يطلع اصطناعي وممكن يطلع عادي. فالواحد يعني تقدر تخليه، أنا كنت مذاكر الشخصيات قوي يعني، كنت موت نفسي ضحى في الشخصيات دي، فاهمة؟ ومع الناس الموجودة. فيعني بتبقى طبعا صعوبة، ولو نجحتي فيها بتبقى حاجة كويسة يعني. أقرب شخصية حسن الرداد من الشخصيات اللي أنت قدمتها في الفيلم؟ والله أنا بحبهم كلهم، بس بحب الأمين. لا أنا والله كل شخصية استعبت فيها قوي، بس أنا بحب الأمين أحمد ده. بحبه يعني، هو شخصية دمها خفيف وليه طريقة كده معينة في الكلام، فأنا أصلا بحبه، كنت بهزر بيه في حياتي العادية. اتكلمنا بقى عن كواليس العمل مع المخرج أكرم فريد والفنانة حورية فرغلي. الأستاذ أكرم فريد أنا أول مرة أتعامل معاه في شغل، أول مرة أتعامل مع مخرج شاب كده، بسطت جدا إن أنا اشتغلت معاه. راجل عنده سنس كوميدي عالي جدا جدا، هو في الحقيقة دمه خفيف أصلا، وبعدين عنده سنس كوميدي في المشاهد وسريع البديهة، يعني ممكن يلقط بسرعة حاجة معينة، طب ما نعمل كذا على طول. ومسته لو الحد في حد بيقول حاجة قلشة ولا بتاع وهو واعي على طول، لا بلاش كذا. فبسطت جدا بالشغل معاه. وبعدين أنا من نوعية الممثلين اللي بحب أشتغل على الدور وأقعد أفكر في حاجات وكده. في ناس بتبقى خلاص ما عندهاش دماغ تشتغل معاكي قوي كده، هو كان من نوعية الناس اللي لا يلا اشتغل وفكر وشوف كل اللي انت عايزه وعايز تعمل ايه. كنت مبسوط اشتغل وانا افكر مع بعضه، بحب انا الروح دي. كنا على طول، وكان في حاجة بتطلع على الهواء يعني، في حاجات بنفكر طب ما نعمل كذا، طب مش عارف ايه بتاع، هو ليه حاجات كده وركبة على الشخصيات، كنا بنعمل انه حاسس بالشخصيات جدا وحاسس بالفيلم جدا. فانا بصراحة اتبسطت قوي مع اكرم فريد في الشغل، واحب ان انا اتعاون معاه تاني ان شاء الله. حورية فرغلي ممثلة موهوبة، ثبتت نفسها في فترة قصيرة جدا بموهبتها. انا عارف ان هي ممثلة كويسة طبعا، بس لما بتشتغلي مع الممثل كمان بيبان لك حاجات انت مش عارفها، لان انا كممثل بشوف، اشتغلت معاها في كوميدي واشتغلت معاها في تراجيدي، حاجات فيها عياط وحاجات فيها ضحك، شفت هي ازاي بتفهمك، ازاي ايقاعها حلو معاكي، ازاي في حاجه، ازاي تلحق، ازاي تقولك، يعني بيبان، بتديني ممثل من عينيه، انت بتمثلي مع عينين اللي قدامك، عينيها مش 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 ازاز، لا على طول بتطلع مشاعر وبتديك اداء، سواء لو انت جاي بتاخدي زاويتك لوحدك وهي اوف كاميرا اوف كادر، بتديكي زي بالظبط ما هي بتمثل بنفس الاحساس. فانا انبسطت برضو في الشغل مع حورية جدا. انا عارفه دلوقتي ان انت بتصور ادم وجميله، وعايز اعرف انت فاضل لك قد ايه وتخلص تصوير ادم وجميله؟ خلاص قربنا نخلص، قدامنا حوالي 3 سنين ونخلص المسلسل. لا يعني قدامنا حوالي شهر مثلا او شهر ونص ونخلص. احنا اشتغلنا، بدانا نكمل بعد رمضان على طول، احنا وصلنا لغايه اول رمضان وقفنا شهر رمضان والعيد، وبعد العيد باسبوع نزلنا نكمل تصوير، والحمد لله يعني قدامنا شهر ونص كده. أدم جميلة من الدراما الطويلة اللي بتشبه الدراما التركية في كثرة عدد حلقاتها، أنت شايف إن لسه الدراما الطويلة دي بتحقق نجاح هنا عندنا في مصر؟ الدراما دي من قبل ما تولد أولاً موجودة. يعني واحد وهو صغير كان بيتفرج على ذا بولد أند بيوتيفول والحاجات دي كلها، فدي المسلسلات اللي هي السوب أوبرا اللي أكتر من 30 حلقة. ف
وفي حاجات كتير كان قبليها بقى، كان في نوتس لاندنج وفي دالاس وشينو، يعني موجود الحاجات دي طول العمر، بس احنا هنا ما بنجيبش الاعمال دي. وهو الدراما التركية عملت بالنكهة او بالدبلجة السورية، عملت ميكس كده حصل عليه اقبال من الوطن العربي. يمكن لو اتعرضت من غير الدبلجة دي مش هتبقى حلوة، مش هيبقى ناس مقبلة عليها. لكن احنا بنعمل الدراما اللي هي السوب اوبرا، اللي هي نجحت فيها الاتراك، نجحوا فيها الاتراك، لكن هي موجودة من زمان. فاحنا بدأنا نعملها، اتعمل تجربتين في مصر. اعتقد التجربة بتاعت ادم وجميلة فيها التوليفة بتاعت التوليفة مظبوطة، لان هو ايقاع المسلسلات دي مختلف عن ايقاع مسلسل 30 حلقة. لغة الحوار قال في المشاهد المهمة، بيبقى التعبير بالرياكشنات مهم جدا عن التمثيل، وده صعوبته، لان التمثيل وانت من غير كلام اصعب التمثيل بالكلام جدا. الايقاع لازم ايقاع مختلف، لازم طريقه التصوير مختلف، لازم الاخراج مختلف، وتمثيل الممثلين كمان يبقى مختلف. فده احنا عاملينه في المسلسل، ويا رب ان شاء الله يعجب الناس. يعني ضايقك ان اول 30 حلقه اتعرضوا على قناه مشفره؟ لا، هو كان مقصود، لان انا كان عندي مسلسلين، مولد صاحبه غايب ومسلسل كيك على عالي، عاملهم في رمضان 2012، كان المفروض ينزلوا في رمضان 2013، لكن اللي حصل ان حصل تاجيل المسلسلات، ما كنتش عارف طبعا، فبناء عليه قلت اعمل مسلسل ينزل بره رمضان، اللي هو ادم وجميله. فادم وجميله المفروض هينزل بره رمضان في شهر 12، بس اتعرض على او اس ان بشكل استثنائي، قنوات مشفره، فقلت مش مشكله، مش هيحصل تعارض مع مسلسلين اللي انا عاملهم في رمضان، لكن مسلسلات بتوعي ما ينزلوش. لكن هو كان مقصود ان ادم وجميله ينزل كده. هو العرض التاني هيبقى على قناه النهار. طب انت شايف ان هو مثلا الوقت اللي هينزل فيه هيبقى مناسب للسياسه والاجتماعيه اللي احنا عايشينها، وان هو طبعا ليه طابع رومانسي، وكمان بيركز على مواطن الجمال والمظاهر الجماليه في المسلسل؟ شايف انه يبقى مناسب جدا، لان على فكره كل ما الناس بتبقى مخنوقه، كل ما بتحتاج ترفه، كل ما بتحتاج حاجه تنسيها اللي موجود، الحاجات اللي موجوده دي، خصوصا في الدراما التلفزيونيه، ان هي بتدخل عندك البيت، ما بتعمليش فيها مجهود، بتفتحي التلفزيون بس. ممكن تختلف شويه عن السينما، بتبقى عايزه بس اللي يمنعك الظروف الاقتصاديه، ويمنعك لو ما فيش امن. غير كده انت مخنوقه، بتاكلي، مخنوقه عايزه ترقصي، مخنوقه بتخرجي عايزه تنسي. فكل ما حصل بشوف يعني وجهه نظر ان في علاقه طرديه بين المشاكل اللي بتحصل وبين، كل ما زادت ممكن كل ما الناس حبت اكتر ان هي تبقى مقبله، غير الظروف العاديه اللي هي تبقى، يعني ان الاستابيليتي بتاع اي بلد، لما تشوف لو بلد متزنه بشكل يعني سليم، بيبقى لازم يبقى فيها فن، يبقى فيها رياضه، يبقى فيها موسيقى، فيها اقبال على السينما. يعني بصي في اوروبا او بصي في امريكا، بتلاقي الطبيعي السينما شغاله حلاوه، بلد ماشيه، اقتصاد ماشي بشكل كويس. فلو حاجه من دي حصل لها انحراف، يبقى بلد مش مظبوط. واحنا عن بلد عندنا فيها ازمه في السينما من قبل ما يحصل ثوره 25 يناير. ف 25 يناير قضت على موضوع السينما، بقى لها 3 سنين الدنيا بلد بيعاد تكوين البلد بشكل، فده اكيد مأثر على صناعات كتير، منها صناعه السينما. شكرا جدا يا حسن، معانا في بوابه اخبار اليوم، ونورتنا. ميرسي جدا. ميرسي.